بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم أهلا بحضرتك، نسأل الله تعالى أن يكون قد تقبل منكم ما قدمتموه في هذا في شهر رمضان المبارك، وأن يجعل أيامكم كلها أيام أعياد وأيام سعيدة إن شاء الله، مليئة بطاعة الله، وكل يوم لم يعص الله فيه فهو عيد. جعل الله كل أيامكم أعيادا إن شاء الله تعالى. على بركة الله تعالى نخوض تجربة جديدة، رحلة جديدة في خضم عالم الأخلاق الدينية والإسلامية والارتباط بالله تعالى من خلال برنامج الفقه. من الكريم والنبيل والجميل أن يكون ضيفنا دائما في هذا البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وبارك الله أيامكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وبارك الله بكم. الله يحفظكم ومبارك بكم. إن شاء الله سيدنا، توضيح للسادة المشاهدين الكرام، هذا البرنامج يبدأ دائما بحوارية قصيرة الوقت إن شاء الله، عميقة في مؤداها، وأبعدها مباشرة نتحول إلى مشاركاتكم واتصالاتكم. فمن الآن حضر سؤالك وتهيئ للاتصال بالأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة بإذن الله تعالى. سيدنا، الكثير من الأشياء اللي الإنسان يستهين بها هي فيها معصية لله تعالى، ولكن من قد ما اعتاد عليها الإنسان يستهين بها. لو توقفنا عند هذه النقطة قليلا لطفا. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، لعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال هي يظهر طبيعة البشر أنه إذا عايش شيئا سواء كان إيجابيا أو كان سلبيا، يعني ليست القضية منحصرة بالأمور السلبية والمعاصي، حتى الأمور الطاعات، حتى الأمور الطاعات الأمور الطيبة إذا إنسان عايشها ومارسها واستمر بها وعليها تفقد قيمتها. نعم، هذه مشكلة عندنا. حتى أن الإمام الصادق عنده كلمة جميلة، لما واحد من الأصحاب قال له فلان على حال خوش آدمي، الإمام قال له شلون خوش آدمي؟ قال له يصلي. الإمام قال إنما هم تعودوها، فإذا ما تركوها استوحشوها. اعتياد. أحسنتم. شوفوا، يعني مع أنها صلاة قال هذه مو مقياس إن والله يصلي. عمر بن سعد هم كان يصلي. فالقضية يعني الاعتياد والمعايشة والعموم الاستمرار على قضية بدون الدخول في مغزاها، بدون التفكير في محتوى الأمر سواء كان قلت طيبا أو كان خبيثا، حسنا أو سيئا، من حسب تعبيره الشيخ يقول من الآفات أنه الإنسان إذا استمر على أمر أو داوم على قضية ذلك الأمر يفقد قيمته، سواء كانت قيمة سلبية أو إيجابية. أحسنتم. وتأثيره نعم المرجو. لذلك حتى أن أئمة المسلمين صلوات الله وسلامه عليه نهوا الإنسان أن يدخل في المنكر من أول وهلة، لا ترتكب المنكر، لا ترتكب الغلط، لأن ارتكابك للغلط يشجعك على أن ترتكب مرة ثانية، والمرة الثانية يجرأك على الثالثة، والثالثة يجرأك أكثر على الرابعة، وإذا صارت خامسة تصير كأنما هي حسب تعبيرنا مشية، أحيانا مثل إدمان وعادة وإدمان واعتياد. هذه خوف، يعني هذا تخوف. لذلك هو ما يقول لك أنه لا تشرب الخمر فقط، يقول لك لا تجلس على مائدة الخمر. نعم. الجلوس على مائدة الخمر هو في واقع الحال نوع من التنزه عن مجالسة الخمارين. نعم. أو أنه مجالس اللهو، مجالس أهل الفسق والفجور. أصلا دخول في مجالس أهل الفسق والفجور يقول لك لا تدخل له. ليش؟ لأن هذا يجعلك أنه تنسجم وتتعايش وإلى يعني تصير حسب تعبير ضمن الوضع الطبيعي، وهذا لا يريده الإسلام. هذا لا يريده الإسلام. الإسلام يقول أنا أحذرك من الدخول في هذا لئلا
تصبح القضايا المنكرة، قضايا الحرام والمعصية أنها معاشة ومستساغة، ولو شكليا، ولو شكليا. ليش ما أصافح مع المرأة؟ شو المشكلة المرأة قد تصافح؟ هي هذه تفتح مجال على قضايا أخرى، لا يسمح لك أن تتصافح مع امرأة. فشوفوا إخواني الكرام، يوم اللي الاستهانة، جنابكم قلتوا الاستهانة بالذنوب مو شيء. فالاستهانة بالذنوب شو نصير؟ استهانة بالذنوب عندما أنا في واقع الحال أشوف هذا يغتاب، هذا يغتاب، هذا يكذب، هذا يكذب، هذا يخلف الوعد، سخلف الوعد. خوش مثال، خلف الوعد عندنا في مجتمعنا، حتى تتوعد على وقت، شوف الأخ نص ساعة. أخي وسيدنا، إحنا لما يقول لك ساعة 8 يعني 8:30، ليش؟ مو 8:30، 8 يعني 8. سيدنا يعني هذا التوقيت يسموه، واحد قال هذا توقيت إسلامي، هذا ضربة، ضربة للقيم، ضربة للقرآن، القرآن اللي يصف نبي من أنبياء أنه كان صادق الوعد، صادق الوعد. نعم، ما أدري سيدنا هذه الرواية إذا كانت دقيقة أو لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعد أحدا في مكان ما فوقف تحت أشعة الشمس، وقربة كانت هناك شجرة وتحت ظل، ما تحرك من مكانه لأنه وعده في هذا المكان. أكو رواية هالشكل لأحد الأولياء الأنبياء، يعني مو بالضرورة النبي الأعظم. نعم هالشكل، أكو رواية. أقول يعني شوفوا، مع أنه خلف الوعد من القضايا المنكرة ومنهي عنه ومحذر عنه بشكل كبير، بس شوف مولانا سمادرخ لطيفة أقولها، أمس جماعة قاعد نيجي نعايدك سيدنا، وجماعة من جهة هواية مهمة، وحتى أقول أنها من جهة ينبغي أن تكون مضبوطة. يعني مضبوطة بهالمعنى، أيضا أقول شلون النظام العسكري مضبوط، لا بد أن يكون مضبوطين يعني. فقالوا لي ساعة كذا، أنا طبعي إذا توعدت يعني أبقى قبل الوقت قلق، فخمس دقائق 10 دقائق أنا أتحضر، هسه يجون. مولانا 40 دقيقة تأخر، وعن طبيعة حالة أطلع يعني، بس اتصلوا وقال إحنا في الطريق. من إجوا قلت لهم على أي حال الله أمرنا بالوفاء بالوعد، وأنتم من جهة أو من مؤسسة مفروض أن تكون منضبطة. يظهر أنه الانضباط في اللا انضباط، هذا تعبير لطيف قالها أحد، قال نحن الانضباط فينا هو عدم الانضباط، النظم في عدم الانتظام. وهذا غلط. شوفوا معايشة الغلط والاستمرار في الغلط واعتبار الغلط شيء طبيعي، هذا يجعل الذنب عليك هين. اسمعوا الآية القرآنية في سورة النور، آية رقم 15. أنا ما راح يعني أتعرض لكل الآية باعتبار أن تتحدث عن قضية مهمة، بس في الأخير شو يقول رب العالمين؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا، تغتاب يا بالغيبة. القرآن في سورة الحجرات يقول أي بني ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. جاي يوصف الغيبة كأنما تنهش جسم أخوك الميت وتاكله، يعني أقبح من هيك صورة؟ الناس عادي يتعرضون إلى الآخرين بشكل جدا طبيعي، يحسبونه هينا وهو عند الله شنو؟ عظيم. الكذب، والله هذا كذب أبيض، ما عندنا كذب أبيض وكذب أسود، الكذب كذب. وحتى أن النبي قال أترك الكذبة ولو مازحا، أو هكذا تعبير سيدنا. بس لأنه الوقت، أردت أذكر لجنابكم أشد الذنوب ما استخف به صاحبه. وأكيد حضرتك لو سحبناه الواقع العملي، مر عليك هواي من الشباب، من الناس يتصلون عليك يطرحون عليك ذنوب دخلوا بدايتها واستخفوا بها، بعدين يردون يطلعون من عندها ما يعرفون. صعب عليهم. بلي بلي بلي. يعني واحد يقول أنا كأنما طحت في حفرة، كل ما أريد أطلع ما جاء أقدر. طبيعة الحال هالشكل. وإحنا لما الشباب يجون سيدنا فلان قضية شنو رأيك؟ أقول حبيبي من أول وهلة أنت هذا الأمر اقطع،
أمس يعني قلت أن اللي أتكلمه كلها مجتمع يعني كلها قبل أمس اتصل شاب يقول أنا ما أدري شو أسوي والله العظيم يعني إن شاء الله هو يسمح لي أتكلم بس بدون هذا. قال سيدنا أنا افتحت علاقة ويا طالبة من طالباتي والآن أنا عطفت عليها بس هي الآن تعلقت بي تعلق كذائي وأنا عندي أطفال وزوجة وأطفال وهاي تقول إذا أنت ما تتزوجني أنا أقتل نفسي وفضيحة وكذا. يقول سيدنا رجاء روح الأمير منين ادعو لي أنه هاي القضية. قلت له مو مسألة الدعاء حبيبي شلون دخلت أنت يعني أنت كأستاذ شلون تدخل مع طالب المسكينة يقول أنا فرقي بينها وبين 20 سنة. قلت له شلون تدخل أصلا دخولك كان غلط بس هي مراهقة هي كذا وعنده معضلة. يقول الآن أنا يمكن أطلع من العراق لأنه هذه ورطتني لو تتزوجني بكل ما عندك بكل ما فيك من كل ما كذا أنا أقبلك بكل وجودك وإلا أنا على حال أسوي مشكلة اجتماعية وأفضحك. فأقول شوفوا بداية القضية لابد الإنسان أن يفكر مليا كثيرا ما وراء هذه القضية وهذه مو بس الذنب إنصافا عموم المسائل اللي تأخذ الإنسان إلى الوقوع في متاهة لا ينبغي الإنسان أن يدخل نفسه في متاهة لا يعرف عواقبها. أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه يوصي ولده محمد بن الحنفية ولده ولد الإمام الأمير المؤمنين مجمل تعابير في قضية أنا ما أريد أطرحها في حرب هو أخذ الجبن الإمام قال له تنحى أخذك أو كذا عرق من أمك يعني أخذك الجبن المهم قال له حكاية قال انظر إلى أقصى القوم يعني شنو سقلت لك في قضية حرب وكذا يعني إنسان لازم أفق يكون كلش بعيد نظرة بعيد أنا من أدخل هالمتاهة أو أدخل هالممارسة أو أدخل هالعلاقة أو أمارس هالفعل نتائج شنو. وأنا رفعت شعار قبل كم سنة قلت يا شباب دائما أنتوا دائما أي مشروع عندكم أي قضية خليك هذا الشعار ثم ماذا ثم ماذا هذا ثم ماذا هواية يحفزك على أن تفكر بالنتائج ثم ماذا. الأخ يقول لي أنا أريد أتعرف عليك أنا لازم أقول ثم ماذا تعرفي عليك شنو في النهاية لو حق لو باطل لو صح لو غلط لو سلب لو إيجاب. نعم. سيدنا تعالى مشروع مالي مشروع تجاري أقول ثم ماذا وراءك شنو وراءك دنيا آخرة سلبية إيجابية هاي ثم ماذا هواية تحفز على الإنسان يقف بقولتكم يأخذ فرامل يعني ستوب حتى يقدر أنه يتأنى. نعم. والتأني كما قالت الرواية الشريفة على حال الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة. أحسنتم سماحة السيد على هذه الإشارات المهمة شكرا جزيلا لجنابكم. نبدأ باستقبال المشاركات والاتصالات إخوة الكرام وطرح الأسئلة يعني المقدمة كانت نافعة جدا فيما يرتبط بموضوع الاستخفاف بالذنوب والاستهانة بها والآن نبدأ باستقبال المشاركات وأول متصلين الأخ الكريم مؤمل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم يعلي مقامكم يعطيك العافية ويحفظك إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. كيف حالكم سماحة السيد؟ سلمكم الله بارك الله بك حبيبي. الله يحفظكم. طول خلقي أنا سماحة السيد. تفضل سؤالكم أخي مؤمل. عفوا إحنا مجموعة عشيرة يعني قبيلة. نعم. فبهذه القبيلة عندنا مجموعة كان والدي هو الكبير عليهم. نعم. فنفر من الأخوة خرج عن الملة. كيف خرج عن الملة؟ نعم. كان يتابع برنامج هذا البرنامج عبارة أن يقول قال لي معلمي بعد ذلك أخذ فترة يتابع هذا البرنامج حتى أصبح من ملته الآن بعد فترة يعني هاي في 2015 وتطورت الحالة إلى أن وصل به الحال إلى أن يقول أن الله تعالى ما موجود المهدي هو الله والله هو المهدي.
نعم. المرجعية شتائم ما يشتم بالمرجعية الدينية العليا. والدي قال له هذا فعل مو زين، هذا خطأ، إحنا ما نتقبل هذا الشيء، إحنا نتبع المرجعية، نتبع أهل البيت عليهم السلام، خطأ هذا لحاظ بلحاظ الاختصار مؤمن لطفا أخي. نعم عفوا. إيه فوصل القضية إلى أن يعني ينشر هذا الدين ومعتقده بالملة كلها. نعم. إلى أن وصل الحال والدي قال لي نكسرك ونطلع، الكل بقوا معه ساندوا هذا الرجل، والوالد الآن أصبح هو المنبوذ. نعم. فهذا المعتقد ما هو. شنو سوى والدك عفوا؟ شنو سوى والدك؟ والدي قال لي إذا ما ترجع لابد أنه سألنا، قال لابد هذا أن يردع، أن تسفح عقيدته. نعم. أو بالضغط عليه من الأساليب، بالضغط هو أن يخسر من العشيرة. صحيح. لأن أخوه المتدين الذي يزور الإمام حسين عليه السلام يقول لو أعلن أخي كفره لن أتركه، إعلان يعلن واضح ما أتركه. فإحنا الآن نواجه مواجهة صعبة يا سماحة السيد. تسمع إن شاء الله تعليق يتكلم. فشنو مشكلة الآن؟ شنو المطلوب من عندي حتى أنا أكون خير؟ أنا اللهم يحفظكم، هذا والدي الآن التصدي لهذه المسألة خطأ، فعله خطأ. طبعا. والآن نحن واجهنا مواجهة صعبة. أقول لأننا أقول دفعنا عن المعمل وعن المرجعية. أخ مؤمل تسمعني؟ أخ مؤمل بلي بلي سمح سيد. أنا يعني أريد أنطيك مجال، ليش؟ لأنها أكو في الظاهرة معينة وإحنا نريد نتكلم عنها حتى لو تأخذ وقت، هي أفضل. أيوة من أكون من منك. شوف أخ مؤمل، هذا الأخ من العشيرة اللي عنده أفكار غلط، عنده أفكار منحرفة، هذا عنده استعداد للحوار والمناقشة، ولو لا يغلق الباب يقول لا هو هذا الحق اللي أنا ومعلمي وجهني وهذا انتهى، يعني يغلق الباب. هو ضمن يقبلون الحوار أو لا يقبلون الحوار؟ احنا سوينا وليمة حتى ناخذ عمامنا حتى نروح له نقول له نواجهه نحكي وياه. هو طرد الكل، يعني رافض سيد الحوار، يرفض الحوار. أشكرك أخ مؤمل على اتصالك ومداخلك. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا. طبعا مداخلة مهمة من جناب السيد. للوقوف على تفاصيل الموضوع عندنا اتصال من الأخ أبو زيد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرحم موتاك ويشافي مرضاك. حفظكم الله إن شاء الله. تفضل أبو زيد. شهدنا الجليل الآن عندنا قطعة أرض زراعية. نعم. وهذه القطعة من طاب صرف. طاب صرف؟ طاب صرف زمن الحكومات السابقة قبل البعثة، قبل البعث. نعم. فأجت حكومة البعث صادرت لا تعويض أموال ولا جنس الأرض. نعم. فأجى هذا الحكم الجديد قسم دعاوي المنسيين، قالوا إيقاف الإجراءات، وما أعطينا لا فلوس ولا الأرض بقت للمالية. فأني هسه حاليا يعني يجوني عليها جماعة مثلا يا ببيع لنا يا أنا هسه هذا من أبيعها، بيها إشكال عليها رغم إجراء يعني الحكومة البعثية ظالمة ومجرمة. زين أنت تبيعها عندك ورق رسمي بيها، شلون تبيعها أبو زيد؟ أنا عندي طابور ملك صرف مكتوبة. نعم. بس مصادرة من قبل مصادرة من الحكومة البعثية. صحيح. واضح واضح واضح, واضح. واضح. تمام. تحياتنا لك أخي الكريم أبو زيد، تسمع الجواب إن شاء الله، وشكرا جزيلا لاتصالك واشتراكك. عندنا اتصال من سجاد، تفضل يا سجاد. ألو. حياك الله أخي. ألو. أسمعك عزيزي أنت، تفضل أخويا. تحياتنا الأخ سجاد، واعتذارنا من عنده، إن شاء الله يعود الاتصال مرة ثانية وصوته أوضح أو صوتنا أوضح بالنسبة إلى. بإمكانك أن تشاركنا عزيزي المشاهد وتطرح أسئلتك إن شاء الله على البرنامج، وسماحة السيد إن شاء الله يجيب عليها. الآن عندنا رسالة نسمعها، رسالة صوتية. لكن للمعلومة أنه هو شي يريد أنه للتوضيح شنو اللي إله واللي عليه. يعني المعروف من خلال الرسالة أنه عنده راتب معاق، وراتب المعاق أبوه يستلمه وما ينطي من هذا الراتب غير
تقريبا راتب المعاق 125,000، وينطي إلى يقول 90,000 دينار، والباقي يصرفهم للبيت يقول. والرسالة يمك، وانت اقرأ الرسالة. هاي بداية الرسالة. أحد الإخوة أرسل لي رسالة. إيش قد الراتب؟ قال 125,000 دينار. يعطي منها 90. والده يأخذها يعطي 90. نعم. إن شاء الله تم تسجيل الرسالة. عندنا اتصال من الأخ محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسر عليكم يحفظكم الله يوفقكم. ممكن تفضل سؤالك. خصوص يعني زوجتي مرات يتصل بيها او هي تتصل ب يعني اخ يعني العفو زوج اختها. نعم. يعني هذا الاتصال يعني مرات مثل بيشكال مثل اذا بين فتره يعني او اتصال شنو محمد؟ يعني اتصال هو مجرد سؤال يعني بيه محرم انه شلونكم شلون صحتكم وتبقى فيها. نعم. يعني جرت هو يسال علي يوم وشي زين محمد اذا تسمح لي هي تتصل كانه اذا تسمح لي هي كانه قاعد تتصل باختها ويطلع زوج اختها تسلم علي لو لا هي اصلا تتقصد تسلم علي لو شنو؟ لا يعني بين فتره يعني هو يتصل انه يعني يعني خصوصا ايام العيد عندما تجي هي الاخته هو بهاي الحاله يعني ويتصل يعني هذا محرم يعني سماع صوته واضح يعني الزوج اخته. ان شاء الله تسمع الجواب اخي محمد وتحياتنا لحضرتك وبكل تفاصيل الجواب ان شاء الله ايضا زوجة حضرتك تسمع. اتصال من من؟ ام سعد لو ام ساره؟ ام سعد اختي الكريمه تفضلي. بعد قلبي حياكم الله. السيد بتختي تجيب الاغنام من الدرجين واستلم منها تاخذها حلال حرام ما سمعت واضح. بتختك ايش تجيب اغراض من وين؟ اجيب الاغراض مثل بطانيه مثل اكل مثل شيء من بيتهم يعني بدون اذن زوجها بدون علم زوجها. مشكوره حجيه مشكوره. شكرا الله يوفقك ويرزقك ان شاء الله ووسع عليك. تحياتنا للاخت الكريمه ام سعد او الحاجه ام سعد شكرا جزيلا على اتصالها. بعدنا نستقبل مشاركات بعدنا نستقبل اتصالات اخواني الكرام. احفظوا هذا الموعد لطفا كل ثلاثاء ان شاء الله تعالى الساعه 8 مساء موعدنا الاسبوعي هذا. عندنا رساله صوتيه نسمعها. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام عليكم سيدنا. هل توجد للسلفة خمس حتى وان لم يحن موعد السنه الخمسيه؟ جزاكم الله خير الجزاء. انا مو كلش واضح هل السلفة خمس؟ السلفة تخمس قبل موعد السنة الخمسية؟ لا خلص السؤال واضح صار ماكو داعي نعيدها. قبل موعد رأس السنة الخمسية. السنة الخمسية. أم عباس أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي شيء يا سيد؟ إن شاء الله يسمعكم سيد تفضل. بس أريد أعرف التسليم وي صلاة الليل شنو هو؟ شنو عمو؟ التسليم بصلاة الليل شو وقت؟ تسليم بصلاة الليل. التسليم بصلاة الليل شنو مقصودك بابا؟ نهاية الصلاة سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. بصلاة الليل يعني شو وقت يصير أسلم بيها؟ هاي ما أعرف أفهمها. سيدنا هو واضح السؤال؟ لا صلاة الليل شنو عند صلاة الليل تعرفين شنو نصليها بابا؟ صلاة الليل. أنا شرحوا لي إياها. ركعتين ركعتين. التسليم ما أعرف أسوي شلون أسوي. هي بنهاية كل ركعتين صح سيدنا؟ اي بس مقصودها شنو؟ عندها مشكلة في التسليم. تقصدين بيا وقت من الليل لو تقصدين بعد اي ركعة يصير التسليم شنو سؤالك؟ اي 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 يا ركعة بعد اي ركعة أي. بعد اي ركعة ان شاء الله تسمعين. واضح سيدنا؟ بلي هاي تصور انه 8 ركعات متواصلة بلي واضح ان شاء الله تسمعين الجواب اختي الكريمة. عندنا مجال بعد اتصال من الاخ سجار تفضل. السلام عليكم مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله. مولاي عدى فرسال يمك. نعم أنا مولاي يعني أنا ما رايد الزواج قبيل وعمامي مثل ما يقول جبروني وزوجت. نعم. ومولاي يعني البيت ما أطيخ أبد طال لسنة وكل حل موقف يعني أبد. نعم. كل حل موقف وهسه لحد الآن حامل وشهر شهرين سنة وأبد كل حل موقف كل علاج يعني ما جاي اشتهيها ما جاي اطيخها عن
هاي العبارة. زين سجاد، سؤال بلا زحمة عليك، شنو السبب اللي يخليك ما تطيق هذه البنية؟ ما أعرف، ما بدي ما أقدر أستنى خمس ليالي، ما أقدر ما أيش بالصدفة ما أقدر أحاكيها، ما أقدر بعض عيونها يعني، ما يعني تحس ماكو تقارب روحي بينك وبينها مثلاً؟ لا سكراها عند سجاد. أبد 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 أبد، يعني أفكر ببالي لو 20 سنة بعد أضل على هاي الحلقة. سجاد 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 حبيبي، أنت مشكلتك مشكلتك وين؟ مشكلتك في نفس المرأة هذه، لو أصل أصل الزواج أنت ما مرتاح له. إيه ما مرتاح له، ورا ورا يعني ورا الخطوبة لا قدرت، يعني شو مثل ما أقول سيد خوفا من عمي، ما أقدرت أقول ما أريد، ما أقدر وأقول قلت بلكت صرت أحسن بلكت، يعني كل حل ما سيد. زين سؤال العفو، في الاختيار عنده مشكلة، يعني هاي البنية مو أنه هو يكره النساء، هو أنت ما تكره النسوان، يعني أنت عندك رغبة بالنسوان، بس هذه أنت ما متفاعل وياها أصلا. ما متفاعل وياها السيد يعني، وحتى رقبة ما إليمها يعني، ولا أكبالك فتاة أخرى؟ لا والله السيد يعني قبل وهي راحت وقبت واسا ما ببالي أي وحدة، وحتى وبل بدون زواج يعني ما أي فطين حال سيد. سجاد يعني قبل أن اتصالك لطفا، البنية بأمانة هسه أريدك تتجرد من كل هاي المشاعر وتحكي لي بأمانة، أخلاقها طيبة وياك مداريتك؟ لا سيد هي خوش بنية وهاي، بس يعني هم خوش بنية، بس أنا ما جاي أطيق. تسمع الجواب إن شاء الله والتعليق من سماحة السيد، تحياتي لك وشكرا جزيلا أخي سجاد، والله يعينك ويعينها. نأخذ آخر اتصال من الأخ أبو علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله، الله يسلمك يعطيك العافية. عندي سؤال ممكن أطرحه على السيد؟ تفضل أخويا. تفضل عزيزي انت سؤالك. تحياتنا لنا، نكتفي بهذا القدر لانه بصراحه الوقت داهمنا، ونبلش بالاجابه باذن الله تعالى على هذه الاسئله. نشكر كل الاخوه الكرام اللي تواصلوا ويانا. سيدنا الكريم، الاخ مؤمل وهذا الشخص اللي من قبيلتهم اللي ابتعد عن جاده الصواب وصار ينكر وجود الله تعالى ويتهجم بالكلام البذيء على المراجع والعلماء، والد مؤمل المتصل يقول كبير القبيلة، بما أنه ذاك أغلق باب الحوار فوالدي قال نتبرأ منه، يقول أنا الآن والدي صار بخانة المنبوذ لأنه قال نتبرأ منه. تعليقكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا إخواني الكرام، أنا انطيت مجال يتكلم وردت أحس يعني أكثر يتكلم، لأنه هذه قضية الآن نشوفها في كثير من الأحيان، وأنا انتشر عني أيضا مقطع فيما يرتبط في بعض الذاهبين للحوزات العلمية، بعض الحوزات العلمية أيضا تغذي هذه الأفكار الغلط، وهي الأفكار المهدوية المغلوطة، الأفكار على حال المنحرفة باسم العرفان، باسم التصوف، باسم الذوبان في على حال في مسير المعصومين، وهذه كلها شعارات وأفكار على حال مناهج تؤدي إلى الانحراف. شوفوا الولد هذا أول ما بدأ انحرافه ما كان أنه ينكر وجود الله، لا. كان يشوف برنامج سيدنا، كان يشوف برنامج واحد تعبان، وأنا هم كم مرة حاكي عنه أن هذا واحد تعبان وعلى حال خطير ويكذب وكله دجل، كله تخرصات، كله كلام ما له داعي، وما أريد أتعرض إليه لأنه في الواقع الحال لا يستأهل أن الإنسان يتكلم عنه. بس شوفوا كان يتبع فلان، هو ما قال ماكو الله، قال على أي حال أنا أشوف أنه الإمام المهدي هو كل شيء. زين بعدين أنزله منزلة الربوبية، بعدين سيئة. قال هو الله، يعني المهدي هو الله، والله صار هو المهدي. زين بعدين قال لا أصلا ماكو شيء، لا الله ولا رسالة. نعم. شوفوا أخواني في بداية كلامنا الحلقة هاي تكلمنا أنه التمادي والعلي حال والدخول إلى هذا النوع من التفكير الغلط يجر الإنسان إلى الزلل. سامعين باسم علي محمد، السيد علي محمد باب،
سامعين عنه؟ نسمع سيدنا. بالإنترنت كتبوا علي محمد باب أو البابية. كتبوا. نعم. البابية. راح تطلع لكم فرد معلومات مهمة عن شخصية كانت على حال إلها وزنها في تاريخ الإسلام والتشيع، وادعى أنه أنا باب المهدي. أنا باب المهدي. بعد فترة ناسهم وراء باب المهدي، مثل ما الآن هذا فلان ابن الإمام، وهذا ما أدري سفير الإمام، وهذا وكيل الإمام، شايفين أنتوا، وكلها دعاوى باطلة انصاف. نعم. ماكو دليل عليها. واسمحوا لي أنا أتكلم لأنه عندي وقت وأريد هالقضية على حال أركز عليها. هذا علي محمد باب ادعى أنه باب الإمام المهدي. يا بتردون الإمام المهدي، أنا بابه، أنا أقدر أوصلكم إلى اشتردون وكذا. بعدين شوية شوية من ناس ركضوا وراء، وعلي وياك علي، وهالسوالف اللي شوفوها أنتوا، هالبهرجة والالتفاف، قال علي حال أنا مرسل، أنا مرسل من الله، يعني ادعى النبوة. ادعى النبوة بعد فترة، ادعى الألوهية. ادعى الألوهية أنا الله، وطبيعة الحال قتلوه، يعني الناس قتلوه. فأقول شوفوا يتمائل الإنسان شوية شوية، يتدرج إلى الغلط وينتهي إلى المهلكة. فهذا خطر، وديروا بالكم كثيرا. سموه مشكلة، واحد عنده فكرة، أهلا وسهلا تعال بابا نتناقش. أما أنت تكفر وتسقط وعلى حد تنكر وتعتبر نفسك الحق المطلق، هذا هو الخطير، أني أنا الحق المطلق وأنا لا. الحق. يا بأت الحق تعال نتناقش، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكان يطردهم سيدنا لما يرحون يتحاورون، قل هاتوا برهانكم. بس أنت تطردهم، ليش تطردهم؟ فيظهر أنه أكو جهل مركب. جهل مركب يعني الجاهل لا يعلم أنه جاهل، هاي يسموه جاهل مركب. فالعشيرة الناس لابد أن يقفوا أمام الانحرافات التي لا دليل عليها. بس يقول عشيرة وقفت وياه، زين عشيرة وقفت وياه، أدى دليل الولد لو لا قال معلمي، هاي قال معلمي، أخو كل واحد يقول قال معلمي. نعم. فلما ماكو منطق، ماكو حوار، ماكو مناقشة، يعني صار شنو؟ تخرصات وهوس حسب تعبيرنا. نعم. فوالدك كلامه صح، والدك أنه بابا عندك حكاية، تعال نروح للحوزة العلمية وقعد من العلماء احكي. عندك لا بشكل بس تدعي ادعاءات، احنا ما نقبل هذا الكلام، وهذا على حال خارج عن الملة والجماعة، واحنا ما نقبله. نعم. ونتبرى من عندك. بس شوف الجهل، الجهل شوف، والتعاطف الغلط على مجموعة شعارات، مجموعة أقاويل، هذا اللي احنا نحذر منه ولسنوات، انه يا جماعة ترى الخطر الفكري والخطر الثقافي والخطر العقدي اللي يرتبط بالقضايا العقادية والتشكيك في المسائل العقادية خطورة أقوى من مخاطر الدواعش والتكفيرين اللي في واقع الحال احنا ذقنا الأمرين من ورائه. طيب إذا نقول الأخ مؤمل أنه والده على الطريق الصحيح. صحيح، وأولئك لازم على حال هم يكونوا على بينة. الأخ أبو زيد سيدنا سألنا عن قطعة زراعية طابوا صرف من الزمن القديم قبل حكم حزب البعث، لما إجا حزب البعث صادرها من عنده بدون تعويض. يقول الآن الحكومة الجديدة هم أوقفت الإجراءات. يقول الآن يعني يصير أبيعها، عندي ورق بها، بس الورق يثبت على أنه القطعة مصادرة من الحكومة، فيصير أبيعها لو لا. تدرون أنتوا دعاوى الملكية أستاذ مصطفى مرتضى، دعاوى الملكية فد مشكلة عويصة يعني، وإحنا أنا شخصيا مبتلى بها. نعم. صادرة بيوتنا ونريد نرجعها، وتدري كلها أوراق يسموها أميرية وما أميرية وعثمانية. تدرون أجدادنا وأبائنا ما كان عندهم هيك طاب ومدري إيش، كلها أوراق وضمن اعتراف أميري أو اعتراف عثماني. ف والإجراءات المعقدة والفساد أيضا هم يمنع من وصول إلى الحق. والآن الأخ بعد 20 سنة من سقوط النظام يقول إلى الآن الوزارة المالية تعتبر أن هذه مصادرة للحكومة وإرجاعها إلى الآن ما كمل. أنا أقول له قضية شرعية. القضية الشرعية أنه أنت بينك ما بين الله هي أرضك، وعندك أوراق، بس أكو إجراءات غلط، أكو فساد إداري جاي يمنعك من وصول إلى حقك.
وإلك حق أنه أنت تبيع الأرض، إلك حق مالتك. تقول مو الدولة هذه لازم تقول للمشتري، هذه النقطة المهمة، قول للمشتري أخوي هاي القاع بيها مشاكل وبيها كذا والدولة إلى بيها ركضة، عندك أحد عندك مدري إيش، هذه أنت بلا أشكال راح يشتري أرخص من سعرها بكثير يعني، قد يعطيك نص قيمتها. فنعم يجوز لك بيعها ما دام عندك ما يثبت أنك مالك لها، ولكن عليك أن تبين لا أن تغرر لا أن تغبن. الغبن والتغرير الطرف المقابل أنه إيه بلي هالقاع ما بيها إشكال، بعدين يقع في إشكالات هناك أنت لازم شنو ترجعها. فكله يعني بوضوح أن هاي الأرض هتشي 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 أنا أبيعها بسعر نازل. أحسنتم سيدنا الكريم. رسالة كانت من أحد الأخوان عن راتب شخص معاق، فوالده أبو محمد، نعم والده هو اللي يستلم الراتب قيمته 125,000، الأب يأخذه كله ينطي 90,000 والباقي يأخذه إله. تعليقكم سيدنا. شوف حبيبي أنت كمعاق، من اللي جاي يعني، من اللي جاي يعيلك يعني، من اللي جاي يصرف عليك، من اللي جاي يرعاك؟ والدك جاي يرعاك وجاي يعيلك ويوكلك وكذا، مو شكل 125,000 ما تصير شيء يعني. والدك يقول بابا أنا هذه من 125,000 90,000 أطيك و35 أنا يعني أخذها كمصرف إلك يعني. لا. جاء أصرف، لا إشكال في ذلك، بل يحق لوالده، اسمعوا جيدا، يحق لوالده. يقول بابا هل 125,000 على أساس نفقاتك ومصاريفك؟ لو أنا أصرف عليك من عدها، لو أنت جنابك شنو توكل واحد يصرف عليك 125,000 يعني. والدك جزاه الله خير جاي ماخذ 35,000 يعني مو هواية، فلا إشكال في ذلك، ولا يتنابز ولا يتناقش ويا والده شلون بابا تأخذ من عندي وهذا ما يجوز لك. لا ابني، والدك على أي حال قائم بأمرك، ومو واجب على الوالد أن يقوم بأمرك إذا عندك فلوس. أقول كلمة، أقول مسألة فقهية، تفضل. مسألة فقهية، واحد صار عنده مولود جديد، الأخ مرتضى إجا جاب حسب تعبيرنا هدايا، نقوط يسمون نقوط، أنطاه 25,000، ذاك إجا 50,000، ذاك إجا، هذا الولد صار عنده شنو؟ صار عنده 500,000 دينار نقوط الولد، نقوطة. زين، الأب والأم يقدرون يتصرفون بهذا النقوط إن صح التعبير، هاي الفلوس يصير؟ الجواب نعم، أن يصرفوا عليه منها. يوم اللي ابني غني ما يحتاج أنا من جيبي، ابني أنا أصرف عليه يوم اللي هو فقير، أما إذا ابني غني عنده فلوس أصرف من فلوسه، وهي مسألة فقهية خلوها في بالكم. جنابك أنت معوق والدولة جاءت تعطيك 125، طبعا الآن زاد يعني جزاهم الله خير صعدوا يعني راتب الرعاية الاجتماعية. زين، فوالدك يقول يا أبا أنت عندك أنا أصرف من جيبك أنت مو من جيبي. لا لا إشكال في ذلك. أحسنتم سيدنا. الأخ محمد سيد سأل سؤال يعني حسب ظاهر هو مبتلى به، يريد يعرف، يقول التواصل بين المرأة وزوج أختها للسلام والتحية والسؤال عن الحال، هل فيه إشكال؟ شوفوا نفس الكلام اللي ذكرناه في بداية الحلقة، يعني أنت على أساس أنت تتصل على أخت زوجتك سلام عليكم شلون شنو الداعي؟ أنت ابن عمها ابن خالها ابن إيه شنو؟ لا والله أنا زوج أختها. زوج أختها هذه حسب تعبير المشاعر، مشاعر شنو؟ بريئة غير بريئة؟ مو هي القضايا قلنا سيقول بريئة سيدنا. أحسن، بريئة لا إشكال في ذلك. نعم بريئة لا إشكال في ذلك. تقول مو صوتها صوت المرأة، أخو مو أنه حرام واحد يسمع بالطرقات بالأسواق يسمعون صوت المشتري والبايع والكذا، ما في مشكلة. نوعية الصوت والألفاظ التي تقال هذه عليها أن لا تكون أصوات مرققة أو مغرية، كلمات تكون كلمات على حال مثيرة هذه. أما أنه إذا كان أصل الاتصال فيه ريبة نقول له أوقف، لا يجوز لك أن تتكلم فيما فيه مقاصد غلط. وهذا ليش أنا جاء أكد؟ لأن تجيني عشرات الاتصالات في هذا المجال، ووقعوا في مشاكل أخلاقية
لأنه أعطت مجال إلى زوج أختها أن يشاق وياها ويمزح معاها ويضربها وبعدين يمسك إيده، هاي مشاكل أكو. لذلك نقول ضعوا حدا لألا تقعوا في المحذور. طيب احنا سيدنا عندنا دقيقتين ونص وعندنا مجموعة أسئلة، نحاول نختصر. الأخت أم سعد بتأخذها تجيب لها غراض بدون علم زوجها. لا يجوز لابنة أختها أن تتصدق أو تعطي هدايا وهبات من البيت بدون إذن الزوج. نعم. بصل واحد، رأس بصل أن تلطيه إلى بيت الجيران بدون إذن الزوج لا يجوز. أحسنتم. السلفة سيدنا عليها خمس. السلفة مو مالتك، السلفة مو مالتك، السلفة من الجهة اللي سلفتك وهي مو مالتك. لا خمس فيها، لا خمس فيها ما لم تسدد من أقساطها. إذا سددت من أقساطها بمقدار المسدد تخمس، أما السلفة بحد ذاتها مو إلك. ثمان ركعات صلاة الليل، متى يكون التسليم سيدنا؟ ركعتين ركعتين صلاة الليل مثل الصبح، ركعتين ركعتين، أصلي ركعتين أسلم، أقوم أنوي أصلي ركعتين. نعم. أسلم وهكذا، فكل ركعتين ركعتين أنا أسلم بابا مثل صلاة الصبح. طيب الأخ سجاد سيدنا ما كان راغب بالزواج وأعمامه أجبره حسب ادعائه، ويقول أنا البنت الآن حامل مني وصار سنة وما أطيقها نهائيا، علما أخلاقها طيبة معي. مشكلة يعني هذا الفرض الاجتماعي على أن تتزوج هذه وبتعمك ومدري إيش وكذا، هذا في واقع الحال من المشاكل العويصة وتكلمنا عنها بشكل كبير. لا. أيها الإخوة، أيها المؤمنون، أيها الآباء، أيتها الأمهات، ارحموا أولادكم، ارحموا أولادكم، لا تفرضوا عليهم خيارات اللي هو ما يشوف أنه سعيد من خلالها. يعني أنتوا خليتوه في قفص مسكين مسجون ما يقدر يتركها لأنه زوجته ما يحبها، لأنه في الواقع أبداً ما يشوف أي، يعني كأنما حالة من الإشمئزاز، يقول ما أقدر أشوف وجهه، هذه مصيبة. فحبيبي اعلن هذا إلى أهله، قل ما أقدر أطلق. مشكلة سيدنا حامل المرأة يعني، هذا شو السوء بعد ما جاي يقدر يا أخي يقول أنا لو 20 سنة هم بعد ما أحب، ما أريده ما أطيق، مع أن حبابة يعني ما عندها مشكلة. أكو شيء اسمه دخول في القلب، ما جاي ماكو مودة ماكو محبة. الله لا يوفق واقع، الله لا يوفق الأشخاص اللي يورطون أولادهم في مشاريع زواج غلط. هذا ابن عمك، بابا ابن عمي أنا ما أشوفه هذا بمنظر شريك حياتي، هذا ابن عمي أشوفه كأي إنسان على حال ما أرغب له. هذه أزمة، أزمة عندنا في فرض الزواج على الأولاد وعلى البنات. ابني أنت أمامك أحد حلين، إما أن تقول يا مهري طلق فسرحونا سراحا جميلا، وإما أن تقول يا أنت ابقي وأنا حتزوج اللي أريده، لأن أنت تقول أنا ما أقدر. فلك أحد طريقين، نسأل الله سبحانه وتعالى لك العافية. اللهم آمين. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام لحضرتك، شكرا جزيلا سيدنا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم، الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. شكر لكم أيضا إخوتي الكرام مشاهدين الأفاضل، لا تنسوا هذا الموعد بإذن الله تعالى كل ثلاثاء الساعة 8 مساء موعدنا من خلال هذه الشاشة المباركة. شكرا، في رعاية الله وحفظه.